يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حارة بنهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا. نبدأ هذا البيان من القاهرة. في درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 35 درجة والصغرى 25، والجو في القاهرة يكون حار. في الإسكندرية 33-25 الجو حار، في مطروح 31-24 الجو أيضا حار، في بورسعيد 33-26 الجو حار، في الإسماعيلية 38-25 الجو أيضا حار. بالنسبة لمحافظة السويس درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24 والجو حار، في العريش 35-24 الجو حار، في طابة 36-25 والجو حار، في شرم الشيخ 39-29 والجو حار، وفي الغردقة 40-30 والجو شديد الحرارة. بالنسبة إلى محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة والصغرى 28 والجو في الأقصر شديد الحرارة. في أسوان درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29 والجو أيضا شديد الحرارة، وفي الوادي الجديد 41-27 والجو أيضا شديد الحرارة، وفي شلاتين 38-30 الجو حار، وفي حلايب 35-29. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.